ومديرها محروسنا الغبان كم قاد المسير على خطى الإتقان. في حفلة التخرج طاب حداؤنا ونشيدنا طرب على الأذان. كلية الآداب لاح قطافها كالورد يرسم باقة تحنان. يروي الفؤاد على مدى الأزمان. كلية للطب يا لفخارها بشبابها تبني درى الأوطان. وإدارة الأعمال فاض غراسها بالجد ساروا دون أي تواني. تكريمهم ملأ الحياة تبسما وعطاؤهم كالمنهل سيرة الخريجين. وطن تعلى فوق هامات الذرى، بلد الإخاء ومليكنا سلمان فارسنا الذي قاد النفوس بعزة وأمان. وطن تعلى فوق هامات الذرى، بلد الإخاء يضمنا بأمان، وملكنا سلمان فارسنا الذي قاد النفوس بعزة وأمان. واليوم جامعة بطيبة تزدهي بحضورها والقلب في سلوان. كلية الطب ومديرها محروسنا الغبان كم قاد المسير على خطى الإتقان. في حفلة التخرج طاب حداؤنا ونشيدنا طرب على الأذان. كلية الآداب لاح قطافها كالورد يرسم باقة تحنان. يروي الفؤاد على مدى طب الأسنان. كلية للطب يا لفخارها بشبابها تبني درى الأوطان. وإدارة الأعمال فاض غراسها بالجد ساروا دون أي تواني. كلية الصيدلة ملأ الحياة تبسما وعطاؤهم كالمنهل. كلية التأهيل الطبي وعلومه
كلية العلوم الطبية والتطبيقية ومجال تربية مضى ربانها بالخير أبحر نحو خير جنان وعلوم تأهيل في طب قد أتوا يعلو كلية التمريض يغدو جميلا زاهي الألوان بلد الإخار يضمنا بأمان كلية التربية قسم يقود إلى معانقة السماء والجد منهم لاح باطمئنان في ينبع الأمجاد طيف قد سرى بالعلم أشرق في ربى البلدان عشقوا التميز والوفاء وخططوا نالوا وفازوا في حظى الإتقان كلية الهندسة وعلوم طب سار بالتطبيقكم يستشعرون حوائج الإنسان أكرم بهندسة الحواسب والتي رجحت بكف العزم والميزان صرحا تشيده يد الإتقان ومجال صيدلة الدواء نسيمها هم صفوة الأحباب والخلان كلية علوم وهندسة الحاسبات أما العلوم فوصفهم وشموخهم يرقى على الأرجاء والأكوان ومسار مجتمع فخار قلوبنا نثروا علينا الأنس في الوجدان ومسار هندسة يطيب لقاؤهم سيكرمون بأجمل التيجان وعلوم تطبيق لنيل معارف حازوا كنوز العلم والتبيان بطيبة تزدهي بحضورها كلية العلوم ومديرها محروسنا الغبان كم قاد المسير على خطى الإتقان في حفلة التخرج طاب حداؤنا ونشيدنا طرب على الأذان كلية الآداب لاحق طافها كالورد يرسم باقة تحنان كلية إدارة الأعمال يروي الفؤاد على مدى الأزمان كلية للطب يا لفخارها بشبابها تبني درى الأوطان وإدارة الأعمال فاض غراسها بالجد ساروا دون أي تواني تكريمهم ملأ الحياة تبسما وعطاؤهم كالمنهل للدار وطن تعالى بلد الإخار يضمنا بأمان
القضى ربانها بالخير أبحر نحو خير جنان. وعلو متأهل كلية الحقوق قد أتوا يعلوه تاج من العرفان. للجود طعم بعد حصد ثماره يغدو جميلا زاهي الألوان. بلد الإخار يضمنا بأمان. كلية الآداب والعلوم الإنسانية كلية التمريض بحر من عطاء وشعارهم فوج من الإحسان. فاستبشروا بالدرب ذا درب العلا يعطي القلوب مشاعر الإحسان. وبسر طيب فيه رأس باهج تزهو الملامح في ندى الأسنان. وعلوم آداب أطل كالفوارس في ربى الميدان. بلد الإخار يضمنا بأمان. وملكنا سلمان فارسنا الذي قاد النفوس بعزة وأمان. وعلوم طب سار بالتطبيقكم يستشعرون حوائج الإنسان. أكرم بهندسة الحواسب والتي رجحت بكف العزم والميزان. كلية باسم الحقوق بنت لنا صرحا تشيده يد الإتقان. ومجال صيدلة الدواء نسيمها هم صفوة الأحبار والخلان. يرقى على الأرجاء والأكوان. ومسار مجتمع فخار قلوبنا نثر علينا الأنس في الوجدان. كلية المجتمع بالمدينة المنورة لقاؤهم سيكرمون بأجمل التيجان. وعلوم تطبيق لنيل معارف حاز كنوز العلم والتبيان. فرع العلا بالخير فاض عطاؤه هو منبر للبذل والإحسان. قسم يقود إلى معانقة السماء والجد منهم لاح باطمئنان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، سعادة مدير جامعة طيبة الأستاذ الدكتور محروس بن أحمد الغبان، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم في ليلة من ليالي الخير والفرحة والبهجة والتتويج، وخير بداية لحفلنا الكريم آيات بينات يتلوها على مسامعكم الطالب عمر بن هاشم برزنجي من قسم القراءات من قسم الدراسات القرآنية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. بوركت الأيادي وأينعت الثمار وحان القطاف وبارك الإله الجهد، فهنيئا لجامعتنا ولمجتمعنا بكم وبإنجازاتكم. قسم المهنة قسم يتلوه على مسامعكم سعادة الدكتور محمد بن عدنان زللي عميد كلية الطب لخريجي الكليات الصحية، فليتفضل. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي ووطني وأن أصون حياة الإنسان وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم، باذلاً رعاية طبية للقريب والبعيد، وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الناس وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني وأن أكون أخاً لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى، والله على ما أقول شهيد. موفقين يا رب. غمرتهم الفرحة فابتهجت قلوبهم، ولطالما انتظروا هذه اللحظات بفارغ الصبر، فمن الله عليهم بها، وها هم اليوم يتوجون بتاج العلم لأبنائنا الخريجين. كلمة بهذه المناسبة يلقيها نيابة عنهم الطالب الخريج فراس بن فؤاد المصيلحي من كلية الطب، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل أهل العلم في كتابه بذكرهم وزادهم رفعة ودرجة عن غيرهم، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، آباء الكرام، أمهات الكريمات، أساتذة الأفاضل، زملائي وإخواني الخريجين، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب السمو الملكي
أيها الحفل الكريم، نحن أبناء المدينة المنورة وجيران المصطفى صلى الله عليه وسلم، طلاب العلم ورجال هذه الدولة الكريمة التي اهتمت بالإنسان رعاية وعلما وتطويرا، نجتمع اليوم احتفالا بكوننا الدفعة 12 والمتخرجة نحو شتى بقاع المعمورة، مدججين بأسلحة العلم والعمل والأمل. صاحب السمو الملكي، إنه لشرف لي أن أقف بين أيديكم معبراً عما في نفسي ونيابةً عن زملاء الخريجين، لننقل لكم مشاعر الفرحة والسعادة بهذه المناسبة الكريمة التي لطالما انتظرناها وتعمق أثرها فينا فباتت حقيقةً من بعد حلم، وتتجلى فرحتنا وتكتمل بشكر الله عز وجل أولاً وشكر قيادتنا الرشيدة. فشكراً لكم يا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي غمرنا بحبه وكرمه وجعل من دولتنا دولةً نفتخر بها عالياً فوق هامات الذرى. والشكر موصولٌ لجامعتنا الحبيبة، جامعة طيبة، التي احتوتنا فنهلنا منها علما واكتسينا من أساتذتها فضلا وخلقا، فباتت أيامها أياما جميلة في الذكريات لن تنسى. شكرا لك أمي، شكرا لك أمي، بكل ما حملتيه لنا من قلب عطوف رحيم، فكنت الحانية والمشفقة والمربية، فها هو الغرس قد أثمر، فها هو الغرس قد أثمر، وليس لك منا إلا الدعاء وتقبيل الأيادي والجبين. شكرا أبي، شكرا أبي، يا رمز العطاء، كنت خير صاحب ومعلم ودليل، دمت لنا سندا وأمنا بحفظ المولى الجليل. أحبة سكنوا القلوب، أحبة سكنوا القلوب، ومهجا أنار الدروب، شكرا للأهل والصحاب. وأنتم يا صاحب السمو الملكي، شكرا لحضوركم ودعمكم، شكراً لحضوركم ودعمكم وتشريفكم حفلنا، فقد شاركتمونا أجمل اللقاءات وأسعد اللحظات. زملائي الخريجين، خطوات نحو ربيع العمر، فقد حان وقت شد الرحال، وإن عز علينا الفراق لأرض عاهدناها وعاهدتنا بالعلم والعمل، إلا أنه قد وجب علينا تجديد الأمل. قلوبنا عامرة بالبهجة رغم أن الأعين قد فاضت بدموع الفراق حزنا، فيا رب اجعل قلوبنا عامرة بحب هذا الوطن المعطاء، وأعنا على خدمته والمشاركة في عجلة النماء، وطيب مسيرتنا بطيب طيبة الطيبة، وانفع بنا الإسلام والأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطت خطوات متميزة في فترة وجيزة، فأصبحت بعطائها جامعة من الجامعات التي يشار لها بالبنان، كيف لا وهي في أرض طيبة الطيبة، فشرفت بخدمة رجال ساهموا في نهضتها والارتقاء بها. وها هو سعادة الأستاذ الدكتور محروس بن أحمد الغبان يكمل هذه المسيرة. الكلمة الآن لسعادة مدير الجامعة، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، أبنائي الطلاب، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في جامعة طيبة الفتية، في احتفاء يجمع شرف المكان وطيب المناسبة، حيث نحتفي ونزف للوطن المعطاء خريجي الدفعة 12 من طلبة الجامعة، البالغ عددهم نحو 4000 خريج، بجانب 7500 خريجة. كما نشهد الليلة تخريج الدفعة الأولى من طلاب كلية الحقوق. ولعل من المفارقات الجميلة أن نحتفي أيضاً في هذه الدفعة بتخريج ابن وأبيه. أبنائي الطلاب، لعلي أجدها فرصة مناسبة بعد التهنئة أن أذكركم بالواجب والمسؤولية تجاه الوطن الغالي، ولنعلن اليوم يوم الوفاء والعهد والوعد. الوفاء برد الجميل، والعهد على بذل المزيد، والوعد بالعمل الجاد لإغناء مسيرة البناء والنماء. أيها الآباء والأمهات، يا من سهروا الليالي الطوال وبذلوا الجهد والمال في انتظار تلك اللحظة الغالية، يطوب لي أن أبارك لكم وأشارككم الفرحة، وأوصي أبنائي بمواصلة بركم ورعايتكم. شكراً لكم سمو الأمير أن حققتم تطلعات أبنائكم الطلبة بتشريفكم عرسهم هذا، ومشاركتهم الفرحة والسرور. والشكر مبدول لأعضاء هيئة التدريس الذين لم يدخروا وسعاً في تربيتهم وتعليمهم، فهنيئاً لهم هذا الزرع والحصاد. ونوصل الشكر لمعالي الدكتور عدنان المزروع ونوصل الشكر لمعالي الدكتور ونوصل الشكر لمعالي الدكتور عدنان المزروع الذي بدر ورعى، ولكافة القائمين على هذا الحفل، وأخص منهم رئيس اللجنة المنظمة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور شايع القحطاني، وعميد القبول والتسجيل الدكتور خالد آل مسعود، والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام الدكتور منصور الحجيلي، والدكتور هشام مغربي المشرف
والدكتور هشام مغربي المشرف على إدارة النشاط الرياضي، وأخيراً أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ سلمان الحكمة والحزم، ويشد عظه بمحمد الأمن، ومحمد الدفاع، وأن ينصر الله بهم الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبتعث من مبتعث جامعة طيبة، ذا عصيته في العديد من الجامعات العالمية لتميزه في تحقيق العديد من الإنجازات والجوائز التي كرم بها في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، نظير اكتشافه لعدة طفرات جينية مسببة لأمراض القلب التاجية والجلطات، والتي تساعد في تشخيص أمراض القلب، ونتج عنها براءة اختراع وعدة أبحاث منشورة. إنه مبتعث الجامعة المتميز سعادة الدكتور نايف المنتشري، فليتفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ثم أما بعد، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز وصحبه الكرام، سعادة مدير جامعة طيبة ومنسوبيها إخواني الخريجين، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفت بالتكريم وبالوقوف أمامكم لإلقاء هذه الكلمة، ولست بأفضل منكم، ولكن لإعطاء نموذجاً ودليلاً لصواب وبعد الرأي في الاستثمار المعرفي ونتائجه الذي تقوم به مملكة الحزم للنهضة بوطن نحن وأنتم وإخواني الخريجين أبناؤه وسواعده، وما وجود أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز بيننا إلا دليل آخر على هذا التوجه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأدام عزه وحزمه. سماني والدي والذي كان من منسوبي الأمن العام نايف باسم الأمير نايف بن عبد العزيز رحمهم الله أجمعين، حينها بعث لوالدي بهدية وبرسالة تهنئة وقال له بورك نايف وجعله الله خادما لدينه ووطنه. عينت كمعيد في جامعة طيبة، وانتقلت من مكة إلى المدينة التي شع منها نور الإسلام والعلم لأصقاع العالم. تعلق قلبي بطيبة الطيبة، وتخصصت في أوراض وراثة أمراض القلب والأوعية الدموية، بعد أن تم ابتعاثي لمركز القلب في العاصمة الكندية أوتاوا. لطالما آمنت أن هناك تناسب طردي بين الاجتهاد والحصاد، نتج عنه العديد من الإنجازات التي لا شك أنها كانت مجال تقدير من أقراني والمختصين في المجال، والأهم أنها كانت محل تقدير وتكريم من وطني ممثلة في سفارة خادم الحرمين الشريفين في كندا وهنا في جامعة طيبة. في الحقيقة لا أستطيع أن أفي وطني ممثلاً في جامعة طيبة حقه من الشكر، وهو من دعمني في الاستمرار في مسيرتي العلمية ومواصلتها بعد أن تم قبولي في أقوى برامج الزمالة في الوراثة البشرية الطبية في جامعة هارفارد، والتي أمارس فيها التخصص حالياً منذ منتصف العام الماضي. يوجد في جامعة طيبة مركزاً للجينات والأمراض الوراثية، وهو المكان الذي آمل أن أنقل له ما تعلمته وأن أكون خادماً لديني ووطني كما أمل مني الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله.
وخلاصة الكلام أن الأمل لا يتحقق إلا بالعمل. مبارك التخرج أخواني الطلاب، وأدام الله علينا وعلى وطننا الأمن والأمان في حكم سلمان حفظه الله، وشكرا. يتفضل الدكتور نايف المنتشري باستلام الدرع التكريمي من يد راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز نظير تميزه. تتقدم جامعة طيبة بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز على رعايته لمعرض قسم التربية الفنية، والذي أقيم في الحي التراثي في حديقة الملك فهد يرحمه الله. وبهذه المناسبة تتشرف كلية التربية بإهداء لوحة فنية لسموكم الكريم، وهي من عمل الطالبة عائشة بنت راجي الرشيدي، ويتفضل بتقديمها لسموكم الكريم سعادة عميد كلية التربية الدكتور نياف بن رشيد الجابري وزوج الطالب الأستاذ سعد بن سعود الرشيدي، فليتفضل مشكورين. لحظات التكريم والتتويج لحظات جميلة تبعث في النفس نشوة الفرح والسرور، فهنيئا لكل طالب علم ثابر واجتهد. بهذه المناسبة الكريمة يتفضل الطلاب الحاصلون على مراتب الشرف الأولى بأخذ الصور التذكارية مع سموكم الكريم. تشرفنا بكم يا صاحب السمو شرف الحدائق بالمطر والأحداق بالنذر، وداعا من صميم القلب نهديها وبالبشاشة في الوجه نبديها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله، والله اشبهني. طيب اجلسوا. ما في احد بيعطيني وجهي يا اخي. اتخرج هو وابوه؟ طالب وابوه تخرجوا الان في الدفعه هذه. ايوه. تصور ليش؟ طيب الناس واقفة. الرجاء من الطلبة، الرجاء من الطلبة الجلوس في مقاعدهم لاستكمال برنامج الحفل. الرجاء من الطلبة الجلوس في مقاعدهم لاستكمال برنامج الحفل. هذا ما
طيب اوكي يا جماعة، في طالب اتخرج مع ابوه، فينهم؟ مشيوا؟ هيا راح عليكم اللقاء. الرجاء من الإخوة الطلاب الجلوس في مقاعدهم لاستكمال برنامج الحفل. شكراً. بس لو ممكن تستريحوا. الرجاء من الإخوة الطلبة الجلوس في مقاعدهم. مين انت؟ مين انت؟ انا ايش مين انت؟ لا مين انت؟ انا محمد. ما شاء الله تبارك الله. تصور مكانك. طب يا سيدي لا تكلمني، كلم المتفضل. ما حبيبي ما حينفع. الحمد لله. طيب تمام. طيب يا جماعة، ألف مبروك التخرج أول شيء. ترى أنا زيكم تخرجت السنة هذه. والله قولوا لي مبروك. طيب أبغى أسمع صفقة قوية بالله. أخيراً في ناس أعطوني وجه. الله يسعدكم يا رب. في عيب أنا صار معايا، أتمنى إنه يكون أتمنى إنه يكون ما صار مع أي أحد فيكم. أنا لما اتخرجت نسيت كل شيء درسته. والله اتخرجت الشهر الماضي نسيت كل شيء دحين. أنتم متذكرين الأشياء اللي درستوها ولا لا؟ اي عشان قدام ابائكم لازم احنا. وقررت اني افتح مشروعي الخاص. انا بعد ما تخرجت قررت اني افتح مشروعي الخاص، المشروع اللي كل السعوديه ما شاء الله فاتحينه لما يكونوا طفشانين. انا اسوق تاكسي. باختصار انا احسن تاكسي في المدينه. عندي سياره يارس، وتحية اللي حقونا اليارس كلهم بالله. بس كشخص عنده سيارة يارس ودبدوب ما شاء الله لازم ياخذ الحساب قبل ما يوصل الطلب، لأنه لو وصل المشوار ورفع البريك وطل جنبه يلاقي الشخص اختفى. والله أنا مرة وصلت واحد تمرين في النادي، وقفت السيارة رفعت البريك لقيته اختفى راح يمرن. رجعت فكيت الطارة وفكيت الحزام ورفعت الطارة، الادم يخلص تمرين دور تاكسي ثاني ومشي. فأنا إنسان بعد كده صرت لما أتكس أخذ فلوسي قبل ما أوصل. وفتحت مشروع ثاني كان مطعم. المشروع هذا خسر 100%، مع اني انسان جدا يحب الاكل. اكتشفت انه العيب كان فيا انا، كنت اذوق الاكل حق الزباين. والله والزبون اللي اذوق الاكل حقه ترى ما اخليه يدفع الفاتوره، عيب عليك، انت عزمتني انا ادفع لك. كان دائما يجيهم الاكل ناقص. والله
مين بيجي المطعم حقي؟ مطعم تفاحة تعرفوه؟ أما الآن مع أوبريت حبي لطيبة. سلمان سلمان يا شمسا يقود حضارة نحو العلا في ظلمة الأكوان، ربان مركبنا يقود سفينة التطوير للإنسان والأوطان، منه الشجاعة والشهامة بلسم للظامئين وعلقم للجان. بعواصف الحزم التي سحقت خفافيش الظلام، خر العدو مجندلا وتبخرت سحب اللئام. سلام سلام لأهل الوفا والطيب، أهل المدينة لهم حبي، مني لهم أجمل ترحيب وكلهم ساكني قلبي. والذكريات في حارة الأغوات والعنبرية فيها متربي، وكمان التاجوري وأهل الخان من كل خير عندهم عبي. وإذا ندرت ناحية قربان ومن تمر العوالي كمان جبلي، نروح سوا للنقا والسيح نسمر هناك ساعة ونجبي.
خفا ألوان. يا نسمة لكم مني سلام من فؤادي كما المزن كما المزن يسقي كل وادي ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد سلام سلام لو رأى الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي سلام سلام فاق في الآفاق مسكا يطيبكم بأشواق الفؤاد سلام سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي سلام فاق في الآفاق مسكا يطيبكم بأشواق الفؤاد منار العلم والأدب تخرج أحسن الأجيال وتفتح للأمل أبواب مسيرتها طريق النور جسور العلم تبنيها صروح المجد ترسمها تأسسها وتعليها تفاني بالعمل جذاب وهذه جامعة طيبة ترش الورد للأحباب وكل مسؤول في طيبة له التقدير والهيبة خدمنا بالوفا وعطى عطى علي الإحسان مسيرتها طريق النور جسور العلم تبنيها صروح المجد ترسمها تأسسها وتعليها كيان العزم والهمة تفاني
وش الورد للأحباب. بالوفا وعطى عطى علي الإحسان. تخرج أحسن الأجيال وتفتح للأمل أبواب وتفتح للأمل أبواب وتفتح وتفتح للأمل أبواب تباشير الفتوح تسري وتقود الأماني بالدفاع. نحمد المولى ميسر هالأمور بالمكارم جاد وعطال الوئام عم دنيان المحبة والسرور عشرة في خير وسعادة وانسجام. نحتفي ذا اليوم في صرح العلوم جامعة طيبة فخرنا بالوجود. مرحبا بالطيبين أهل السلوك شوفكم يبعد عن القلب الصدود. نرسل الألحان بالصوت الطروق يا حبايبنا لكم أحلى نشيد من قلوب كنها مسك الطيور. أنتم العقد المجمل والفريق أنتم العقد المجمل والفريق من بعد تحقيقنا هذا الطموح جاتنا لحظة المفارق والوداع. تباشير الفتوح تسري وتقود الأماني باندفاع. من بعد تحقيقنا هذا الطموح جاتنا لحظة المفارق. نحمد المولى ميسر هالأمور نحمد المولى مسير هالأمور بالمكارم جاد وطال الوئام. بعد تحقيقنا هذا الطموح جاءت لحظة المفارق. عم دنيانا المحبة والسرور عشنا في خير وسعادة وانسجام. من بعد تحقيقنا هذا الطموح جاتنا لحظة المفارق والوداع. نرسل الألحان بصوت الطروق يا كنها مسك الطيوب أنت
يتفضل سعادة مدير جامعة طيبة الدكتور محروس بن أحمد الغبان بتسليم جوائز سحوبات الحضور، فليتفضل مشكورا. الدكتور عدنان المزروع فليتفضل. الدكتور منصور النزهة فليتفضل. دكتور عدنان. تفضل دكتور عدنان. لا لا. الجائزة الأولى وهي عبارة عن شاشة تلفزيون LED 1091 رقم 1091 الرقم 1091 موجود نشوف رقم آخر. الرقم 1091 موجود. شوف الرقم الآخر. 514 الرقم 514 موجود. 514 الرقم 514 الرقم 514 شوف رقم آخر. الرقم 513 موجود. الرقم 548 الرقم 548 548 الرقم 35 الرقم 35 الرقم 35 موجود. الرقم 35 الرقم 538 الرقم 538 الرقم 538 الرقم 538 296 الرقم 460 الرقم 460 موجود. 460 الرقم 630 الرقم 630 الرقم 913 913 موجود. الرقم 104 صاحب الرقم 119 يتفضل. تفضل
الجائزة هي عبارة عن شاشة تلفزيون LED. أعطونا الأرقام إخواني، أعطونا الأرقام، أعطونا الأرقام. رقم 104، 104 موجود، شوف رقم آخر، 245، 245، الرقم 245، 245، تسعمية تسعة وثمانين، الرقم 989، الرقم 989، 989، خمسمية واحد وعشرين، الرقم 521، الرقم 521، الرقم 988، 988، 988، تسعمية ستة وتسعين، تسعمية ستة وتسعين، موجود، موجود صاحب الرقم، تفضل تفضل تفضل، موجود تفضل. الرقم 913 وجائزته عبارة عن لابتوب، لابتوب. الجائزة الثالثة للرقم 996 وهي عبارة عن تذكرة سفر المدينة دبي. خلاص انت برضو هذا، هذا الرابع، هذا مين؟ ايش الرقم؟ كم رقمك؟ خلاص هذا حظه، هذا الرقم. الجائزة الرابعة وهي عبارة عن جوال سامسونج. وهي عبارة عن جوال سامسونج، عبارة عن جوال سامسونج، عبارة عن جوال سامسونج. خلاص كده انتهى؟ ايوه. ما في هذا؟ لا. فنون شعبية؟ صورة، صورة الآن نحب نصور. طب من الحين؟ دقيقة 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 دقيقة. صور ما صور. صور ما صور. صورة تذكارية، صورة تذكارية. من هم من هم من هم من هم من هم صورة تذكارية، من هم اللي حيطلع يتصور؟ من حيطلع يتصور؟ الطلاب؟ كل شو اسمه؟ مجموعة طلاب من الآداب وصوروا مع عميد. عرفت هيك؟ الآن سوف تلتقط الصور التذكارية للطلاب الخريجين مع عمداء كلياتهم. سعادة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الآداب. كما يتفضل وكلاء الجامعة بالتقاط الصور التذكارية مع الطلاب. وطن تعلى فوق هامات الذرى، بلد الإخاء يضمنا بأمان،
قاد النفوس بعزة وأمان. وطن تعلى فوق رامات الذرى، بلد الإخاء يضمنا بأمان، وملكنا سلمان فارس الذي قاد النفوس بعزة وأمان. واليوم جامعة بطيبة تزدهي بحضورها والقلب في صلوان، ومديرها محروسنا الغبان، كم قاد المسير على خطى الإتقان. في حفلة التخرج طاب حداؤنا ونشيدنا طرب على الأذان، كلية الآداب لاحق طافها كالورد يرسم باقة امتحنان. يروي الفؤاد على مدى الأزمان، كلية للطب يا لفخارها بشبابها تبني درى الأوطان. وإدارة الأعمال فاض غراسها بالجد ساروا دون أي تواني، تكريمهم ملأ الحياة تبسما وعطاؤهم كالمنهل للتان. وعلوم أسرتنا جمال حياتنا، فيها نعيش بروعة وحنان، ومجال تربية مضى ربانها بالخير أبحر نحو خير جنان. وعلوم تاهيل بطب قد أتوا يعلوهم تاج من العرفان، للجود طعم بعد حصد ثماره يغدو جميلا زاهي الألوان. وطن تعلى فوق رامات الذرى، بلد الإخاء يضمنا بأمان، وملكنا سلمان فارس الذي قاد النفوس بعزة وأمان. فرع العلا بالخير فاض عطاؤه، هو منبر للبذل والإحسان، قسم يقود إلى معانقة السماء، والجد منهم لاح باطمئنان. في ينبع الأمجاد طيف قد سرى بالعلم أشرق في ربى البلدان، عشقوا التميز والوفاء وخططوا نالوا وفازوا في حظى الإتقان. وعلوم طب سار بالتطبيق، كم يستشعرون حوائج الإنسان. أكرم بهندسة الحواسب والتي رجحت بكف العزم والميزان. كلية باسم الحقوق بنت لنا صرحا تشيده يد الإتقان، ومجال صيدلة الدواء نسيمها هم صفوة الأحباب والخلان. بعزة وأمان.
يرقى على الأرجاء والأكوان، ومسار مجتمع فخار قلوبنا، نثر علينا الأنس في الوجدان، ومسار هندسة يطيب لقاؤهم، سيكرمون بأجمل التيجان، وعلوم تطبيق لنيل معارف حازوا كنوز العلم والتبيان. الشوق بدي والقمر سهران، والحب عطر والشذا فتان، والورد رحب بالحضور وزدان، والورد رحب بالحضور وزدان. يا لا يا لا لا يا لا 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 لا، يا لا مدى الأزمان أخضر بسطو مثل غصن البان، من نبع طيبة يرتوي العطشان، والورد رحب بالحضور وزدان. يا لا يا لا لا يا لا 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 لا، يا لا يا لا لا يا لا 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 لا، يا لا يا لا لا يا لا 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 لا، والورد رحب بالحضور وزدان. الحزن يروح والفرح أزمان، والأنس راقص والقصيد أشجان، الرجال طيبان عزف الألحان، والورد رحب بالحضور وزدان. يا لا يا لا لا يا لا 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 لا، يا لا يا لا لا يا لا 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 لا، يا لا يا لا لا يا لا 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 لا، والورد رحب بالحضور وزدان. أسمع صفقة وين يا جماعة؟ يلا الله الله الله. يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي، خريجنا الغالي. يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي، خريجنا الله الله. ويتك صغير جمالك يحاير، خريجنا الغالي خريجنا الغالي. يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي، خريجنا الله الله. وفرقة هازيج بتحيى الليلة، وفرقة هازيج تنور الليلة. يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي، خريجنا اسمع اسمع. وفرقة هازيج بتحيى الليلة، وفرقة هازيج تنور الليلة. يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي، خريجنا الغالي خريجنا الغالي خريجنا الغالي خريجنا الغالي. عشتوا عشتوا يا حبايب. طيب الله عليكم، مبروك ان شاء الله خارجين. نسمع كمان ها، يلا كنترول. هلا. والليلة الليلة محلاها ليلة، والليلة الليلة حلوة وجميلة، والليلة الليلة محلاها ليلة، والليلة الليلة حلوة وجميلة. الله يا نور فيها الدنيا نرى، الله الله مستحيل اني اشوفها في البشر، الله الله وانت جا
حياكم بدا الصبح انتشار. لا إله إلا الله على النبي صلى الله، لا إله إلا الله على النبي صلى الله. والليلة الليلة محلاها ليلة، والليلة الليلة حلوة وجميلة. والليلة الليلة محلاها ليلة، والليلة الليلة حلوة وجميلة. يا سلام الله عليكم يا سلام، يا سلام الله عليكم يا سلام. يا الملا يا أهل الملا صلوا عليه، يا سلام الله عليكم يا سلام. يا محمد يا شفيع المسلمين، يا سلام الله عليكم يا سلام. توب توب يا بحر، سلم عليه. يا لا 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 يا لا لا يا لا لا، والنبي يا صلاتي عليه. اوه خرجنا محلا، اوه خرجنا محلا. اوه يا ربي ترعى، اوه يا ربي ترعى. الليلة ليلة فرح الليلة، الليلة الليلة ليلة هنا. انت الدواء يا خريج يا غالي.
تحششون أنا مهما يكون خير الغالي يا غالي هو ليلى هو ليلى هو ليلى مرحبا يا الغالي يا ليحى يا ليحى لي يا ليحى يا ليحى لي يا ليحى السعر غالي يا ليحى يا ليحى يا ليحى يا ليحى طيب يلا بينا يا حبايب نسمر تحت ظل الياسمين رمان والأمو والعوازل نائمي يا حبايب شرفتمونا وإحنا بكم مسرورين يا حبايب شرفتمونا في الليلة دي يا حبايب شرفتمونا وإحنا بيكم مسرورين يا حبايب شرفتمونا وإحنا بيكم مسرورين يصير كده كل مره توقفونا الدور يلا ناخذ صوره جماعيه مع مدير الجامعه بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهانا والله أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا ختاما نقول لكل الخريجين الف الف مبروك فوق بلد الاخاء يضمنا بأمان
الطيبة تزدهي بحضورها والقلب في صلوان ومديرها محروسنا الغبان كم قاد المسير على خطى الإتقان في حفلة التخرج طاب حداؤنا ونشيدنا طرب على الأذان كلية الآداب لاحق طافها كالورد يرسم باقة امتحنان.